الأسبوع الجاي مفروض نحتفلها بعيد ميلادها هي وبيرلا. كنت بتمنى ما تكون هيك. ليه ما بدها تمسك إيدي وإيد بيا وتقطع قلب الجاتو؟ ليه أختي اللي ما بلغت بعد من العمر 5 سنين بدي أوعى صريخة بالليل عم بتقلي ماما ما بدي إلا تركب إيدين وإجرين بلاستيك؟ أختي حقيقية منا بوبي. ليه؟ ليه إلا طفل اللي بعد ما طفت شمعتها الأولى رح تنحرم من الدخول لغرفة ألعابها؟ لا إلا ما رح تقدر تمسك لعبتها المفضلة. ليه؟ لأن في طبيب أهمل وفي مستشفى قصر وفي نقابة أطباء أصدر التقرير الطبي يؤكد أهل إلا أنه حرف الحقائق والوقائع. التقرير تضمن اشياء محرفه عن اللي نحن قلناه واللي ما اعترض عليها الحكيم قدام لجنه الاطباء، مكتوبه بطريقه قانونيه لحتى تحمي الطبيب وتحمي المسؤوليه اللي بتترتب على المستشفى اللي صار فيها الخطا الطبي مع إلا. كيف طاوعوا ضميره اللي عم يكتب هالتقرير يكتب وقاعة مزوره بحق بنت مقطوش ايديها وجريها؟ في البند الأول لقرار النقابة وجدت اللجنة الطبية أن علاج الطفل من قبل الطبيب قبل دخوله إلى المستشفى مطابق للمعايير العلمية. هل المعايير العلمية هي أنه طفل يعاني 5 أيام من حرارة 40 يكتفي الطبيب المعالج فقط بإعطاء الأدوية المخفضة الحرارة؟ هل يجوز أنه الطبيب ما يربط حالتها بحالة أختها اللي كان معها انفكسيون بكتيري قبل بجمعة؟ ولو 5 يوم لما أنا دقيت له قلت له حكيم حرارة مش عم تنخفض أكثر من نص ساعة، قال لي بتحط لها شقفة مع ثلج ومي وبتنزل لها حرارتها وبكره بتصير منيحه، هل هذا مطابق للمعايير العلميه عندهم؟ انا اللي اخذت انا وجوزي القرار ان نطلع على المستشفى، لانه عينا الصبح لقيناها ما فيها عم تتحرك، دقينا له مرض، فحطيناها بالسياره ونحن طالعين على المستشفى بيقوم هو بيعاود الاتصال فينا. فقال له معك بيا لإلا انا مطلع على المستشفى، قال له بس مين إلا؟ هيدا كان سادس يوم بعده عم يسال مين إلا. البند الثاني يدين الطبيب لعدم حضوره إلى المستشفى ما أدى إلى عدم إعطاء الطفل العناية الطبية اللازمة، إلا أنه يحاول تخفيف المسؤولية عن الطبيب. قالوا بناء على معاينته السابقة معقول الطبيب شاف البنت نهار الجمعة يعني من 48 ساعة وتضل حالتها مستقرة خلال 48 ساعة؟ كيف؟ ثاني نقطة، الحالة الموصوفة لإله من المستشفى، المستشفى هي حيطان وأبني؟ لا، في كادر طبي. هل مقبول انه بنت ما تعمل بيبي كل النهار ما يلاحظ جسم طبي بمستشفى انه بنتي واقفه كلوتها وعامله شوك سيبتيك ومبلش معها انخفاض الضغط؟ هل مقبول انه ياخذوا لها ضغطه مره واحده بس الصبح اول ما بتوصل وما بياخذوا لها ضغطه بالليل؟ والساعه 3 وجد الصبح بلاقيها منا مبسوطه، اخذت لها حرارتها طلعت 8.5، فانا اللي نادهت للمرضى قلت جيبي لها دواء للحراره، ما شفت حدا الا لقشت المسؤوله عنهم الساعه 6 عم بتقلي كيفك مدام؟ وهون عتبتها، قلت لها انا افتكرت حالي قاعده فيرست كلاس بالاوتيل مش بالمستشفى. في البند الثالث تقول اللجنة بأن الطبيب صباح يوم الاثنين قرر نقل الطفل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت لعدم توفر قسم العناية الفائقة للأطفال في مستشفى المعونات، وفي ذلك يرى الأهل تحريف كبير للوقائع. إجا الحكيم مجرد ما هو فات لعنا على الغرفة قلت له حكيم أنا مني مرتاحة لإلا أبداً، عم تبلش تظهر علي عوارض جديدة، إيدها وإجرها بلشوا يزرقوا وفي مثل هيك لون أحمر عم ببلش تحبحب داخل جسمها بكل يعني جسمها، فطمني وقال لي كله هيدا نورمال، هيدا من الحرارة، دونت وري بنتك ما بها شيء، هلا بعد الظهر بدها تلعب معك وتعيط لك ماما. كيف بيقولوا بالتقرير إنه هو دغري نقلها على بيروت؟ طيب إذا نقلها شافت بين الصبح ليش تركنا المستشفى الساعة 2؟ وليش لما أنا تركت اشتركت بسيارتي ما طلع الصليب الأحمر؟ الصليب الأحمر ما طلع لأنه ما كان في حجز. ودي شو عم تطلعي يا ماما؟ ما بعرف كيف بدي اوصف شعوري انا، شعور ام عايشت لحظات موت بنتها بصوره مفاجئه، بنتها ما بتعاني من اي مرض، ما بعرف كيف بدي اوصف شعوري وقتها بنزل لعندها على الاوضه بالمستشفى وبدي اعلي الشرشف ولاقي طفلتي صارت بدون اجرين.
إضافة لكل هالإجحاف بحق طفلي فقدت أطرافها من دون أي ذنب، لم تجب نقابة الأطباء من سبب لإحالة الطبيب أمام المجلس التأديبي بحجة أن هناك شكوى أمام القضاء الجزائي. هل يجوز أنه نائب الأطباء عم يقول عن طبيب أنه أدين يتركوه يعالج 7 سنين لتطلع نتيجة الحتم الجزاء ويعملوا 3-4 أولاد مثل بنتي؟ يعني هل هذا الشيء مقبول بهذا البلد؟ أمام هالوقائع سطر وزير الصحة وائل أبو فعور كتاب إلى النقابة يطالب فيها إحالة الطبيب إلى المجلس التأديبي، كما حمل قضية إلا إلى مجلس الوزراء لأصدر قرار بالإجماع للمساهمة في تغطية بعض نفقات علاج إلا في لبنان والخارج. أنا بتشكره وبقول له إنه إلا أنت عم تحمل مش بنتي إلا حسان طنوس، أنت عم تحمل قصة أطفال لبنان كلها وتحكي فيها. يمكن إلا لأول مرة بحس إنه توحد الشعب اللبناني من كل الطوائف من كل المذاهب على قضية. انا عم فلفش بصور الا لقيت صوره قبل ما تصير مع الحادثه بيومين، فاثرت كثير فيني هذه الصوره لانه كانت عم تلعب على الايباد. كتبت لها قلت لها بوعدك يا بابا رح خليكي ترجعي تلعبي بايديك لانه الطفل هو اجمل شيء انه يلعب، ما فيك تحرمه من اللعب. قلت لها بوعدك يا بابا رح خليكي ترجعي تمشي على اجريكي لانه كمان الطفل هو اجمل شيء انه يركض وينط. قلت لها بوعدك يا بابا انه رح خلي الضحكه ما تفارق عينيكي لانه الطفل هو اجمل شيء انك ترسمي له ضحكه على وجهه. نحن ما رح نتركك، أنا مش عنا بس سميتك إلا لأنه إلا يعني النور الساطع، وأنت نور بيتي هلأ وبعدين، أنت فرحت البيت يا ماما.